مرحبا بكم في لعبة جديدة، مرحبا بكم في قناة لينوكسيس جيمر، ومرحبا بكم جميعا في هذه اللعبة الرائعة. الآن لدينا لعبة ايكا اونلاين، وهي من أروع الألعاب التي سوف تشدكم وسوف تعجبكم. إذن ايكا اونلاين هي لعبة فري تو بلاي ام ام ار بي جي جيم، يعني لعبة ار بي جي. تم اطلاق اللعبة في سنة 2009 من قبل شركة هامبي سوفت في كوريا، ثم في امريكا واوروبا من طرف تي تري فان. هذه اللعبة بالرغم من انها لا تتوفر على تعديل دقيق للشخصية ولا تستطيع تغيير الكثير من الاشياء في الشخصية، الا انها لعبة من اروع العاب الاونلاين ار بي جي، لأنها تمتاز بشكل كبير وبكثير يعني من المميزات. أهمها حجم اللعبة الصغير جدا، فهو أصغر حتى من اللعبة التي رأيناها سابقا، فحجمها فقط 1 جيجا. نعم، 1 جيجا فقط هو حجم هذه اللعبة، يمكنك أن تلعبها فورا مقارنة مع الألعاب الأخرى التي تفوق مساحتها 10 جيجا وتحتاج إلى القليل من الصبر فقط. كما أن اللعبة ذات جرافيك ممتاز ورائع وتنافس العديد من الألعاب الكبيرة في الحجم، يعني كبيرة الحجم. وأيضا لدينا من أكبر مميزاتها هي البي في بي، نظام البي في بي أو لاعب ضد لاعب. إنها لعبة تتوفر على نظام بي في بي روعة، يضم إمكانية الانضمام إلى الحروب مع اللاعبين. نعم، الحروب، يعني الحروب تنضم فيها مع اللاعبين الآخرين في القتال، وأكبر الحروب التي ستراها في عالم ألعاب الام ام ار بي جي. فهناك ميزة القتال 1000 لاعب ضد 1000، وقتال بناء المناطق، وكذلك السيطرة على الأماكن والسيطرة على القصور ووضع الحصارات على القصور مع أصدقائك، وحروب واسعة النطاق حيث يمكن لآلاف آلاف من اللاعبين القتال في وقت واحد في قتال ضخم، سواء بين السيطرة على الدول أو المناطق الأخرى، أو مهاجمة تلك المناطق والدفاع عنها، أو لسرقة كنوزها في جو من الحماس والقوة بساحة المعركة. وإيكا قامت بتقسيم اللاعبين إلى 5 دول أو مناطق بغرض القتال ضد لاعب، أي البي في بي. فهذه يعني قسمت اللاعبين إلى 5 مناطق، وهي أتيوس وفونير ولينارية وفانوف وأورستيريون. فكل أمة تملك علمها الخاص، ولكنها تشترك في نفس الخريطة وفي مجموعة من المهام. يبدأ اللاعبون بلا وطن ويصبحون في النهاية مواطنين لدولة من خلال اجتياز مهمة الدخول في المستوى 10 أو الليفل 10، ويمكن للاعبين التنقل بين المناطق وقتال بعضهم بحرية. نعم يا صديقي، فإذا كنت من عشاق البي في بي فهذه اللعبة هي الأنسب لكم. إذا فكما ترى معي، هذه اللعبة رائعة جدا. إذا أترككم مع بعض لقطات اللعبة، ثم أعود إليكم لأشرح طريقة تحميل اللعبة.